مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية. زيارة نيتشيرفان بارزاني إلى السليمانية. مثلت الزيارة الأخيرة لرئيس إقليم كردستان نيتشيرفان بارزاني إلى محافظة السليمانية والتصريحات التي أدلى بها إيذاناً لصفحة جديدة في العلاقة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني بعد أشهر طويلة من التجاذبات ألقت بظلالها على العملية السياسية في العراق. ففي الوقت الذي يصر الاتحاد الوطني الكردستاني على مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، فإن الحزب الديمقراطي كان قد رشح وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري، ثم رشح بعد ذلك وزير داخلية الإقليم رابر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية. وفي زيارته إلى السليمانية أعلن رئيس الإقليم عن التوصل إلى أرضية مشتركة مع الاتحاد الوطني لإنهاء الانسداد السياسي في الإقليم والعراق، في خطوة سارعت قوى من الإطار التنسيقي إلى مباركتها. وأجرى بارزاني لقاءات مع قيادات في الصف الأول للقوى السياسية الكردية، من بينها قيادات في التغيير والاتحاد الإسلامي، اتسمت كلها بالإيجابية. وقال بارزاني عقب جولته السياسية في السليمانية: لقد نجحنا في إيقاف الحرب الإعلامية بين الحزبين، كما توصلنا إلى أرضية مشتركة لحل الانسداد السياسي، في إشارة إلى اتفاق بين الطرفين حول ملف رئاسة الجمهورية، مشددا على أنه لا توجد مشاكل لا يمكن حلها، ولكن هناك الكثير من العقبات التي تظهر بين الحين والآخر. إن زيارة بارزاني إلى السليمانية وحرصه على إيجاد حل للانسداد السياسي في العراق مع شركائه في الإقليم تعني حرصا شديدا على استقرار الإقليم والعراق برمته، لأن استقرار العراق بمنظور بارزاني ينعكس بشكل إيجابي على استقرار البيئة الإقليمية. فزيارته إلى السليمانية تؤكد بأنه رجل دولة توافقي، حيث استطاع في السنوات الماضية الحفاظ على وحدة الإقليم، ولعب دورا بارزا في التقارب بين الأحزاب السياسية، وأطلق مبادرة لحل المشاكل الداخلية، كما لعب دورا بارزا في معالجة الأزمة الاقتصادية، حيث تمكن الإقليم خلال السنوات الماضية وبفضل سياسته من جذب استثمارات عربية وأجنبية. ورغم الأزمات التي واجهها إقليم كردستان داخليا وخارجيا، استطاع أن ينفض غبار الأزمة الاقتصادية.